السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. عودا حميدا بعد انقطاع لمدة طويلة، كنت مسافر وكان عندي بعض الأمور بخلصها. أهلا بيكم، احنا النهاردة في واحد من أجمل أوقات السنة في كندا، احنا في فصل الخريف. زي ما انتم شايفين الدنيا ورايا ملونة، واللي هتشوفوه دلوقتي أحسن وأحسن. أنا النهاردة بكلمكم من مدينة ميلتون، واحدة من المدن الجميلة في الجي تي اي، واحدة من المدن اللي أنا بعزها جدا. ناقصكم بس يكون عندكم بحر وكله هيبقى زي الفل. دلوقتي يلا بينا نشوف الخريف في كندا. شفت الصورة مش محتاجة أي كلام، مفيش غير إن احنا نقول سبحان الله وبس كده. خلص الفيديو بكل بساطة النهاردة معانا، إن شاء الله تكون انبسطت باللقطات اللي شفتها. أتمنى أشوفكم دايما في خير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.